جمعة طيبة عليكم جميعا، مليون مبروك لكل جماهير النادي الأهلي، فوز مهم جدا جدا في مشوار البطولة، أكيد فرق معانا نتيجة المباراة 3-1 لصالح النادي الأهلي. للي ما شافش المباراة النتيجة لا تعكس الأداء. قبل ما نتكلم على موضوعات حلقة اليوم، ياريت تدعموا الفيديو باللايك علشان يوصل لأكبر قدر من الأهلوية. طيب، زي ما قلت، اللي احنا شفناه اليوم حاجة والنتيجة حاجة تانية. انا من وجهة نظري المتواضعة فعليا الاداء ده لا يبشر بالخير ولا يطمئن، وعلامات استفهام كتيرة جدا جدا. انا مش فاهمة ليه الاداء بالشكل ده. المباراة اللي فاتت كان اجهاد، وكنا متأكدين كلنا ان الاجهاد كان ضارب في الفريق، استيل في اجهاد بس مش بالمنظر ده. اللعيبة كتير كتير مش موجودة في الملعب، وعلى رأسهم الشحات. طيب، هنتكلم على سير المباراة. نزلت المباراة بتلعب على الهادي، مفيش حماس زايد، ماسك كورة بتلعب بالراحة من رجل للرجل، ما عنديش مشكلة خالص، مش معترضة. انت خايف من الكاونتر اتاك لحسن يجي عليك هجمة ولا حاجة في وسط دفاعاتك اللي عليها اكبر علامة استفهام، فبتلعب بالراحة ومفيش حماس، وانا ما عنديش مشكلة خالص عشان توفر برضو مخزون الطاقة اللي عندك للشوط التاني. تمام، سجلت هدف في دقيقة 19 كورة تاو. اللي عايز اقول يعني على قد ما انا سعيدة جدا ان تاو سجل اليوم، على قد ما انا عايزة برضو ادي كل حد حقه، ان برضو بلاش نطلع بيه السما يا جماعة، وبلاش نقفر قوي في القصة بتاع تاو، لان الهدف يسأل عنه الدفاع والجول كيبر. هو خطأ دفاعي عجيب جدا، الكرة كانت نازلة لشريف اتشتتت بشكل خاطئ، نزلت عند تاو اللي طبعا كان تحركه سليم بنسبة 100%، جاي من ورا بسرعة الصاروخ وتحرك بشكل كويس قوي وقطع الكرة، قطع الكرة يعني. طيب ليه؟ كان الحال اصلا كانش في حد معاه، كان في خطأ في التمركز من المدافعين، وشاطها مش احلى حاجة يعني، مش احلى حاجة، كانت سهل ان الجول كيبر يمسكها، ولكن هو خطأ غريب جدا من الجول كيبر. اللهم لك الحمد، من فضل ربنا طبعا احرزنا الهدف الاول في دقيقة 19. طيب، خلصنا الجول، نعمل ايه بقى؟ يعني انت طبعا هدف واحد ما يطمنكش، انت كنت كسبان في المباراه الاولى 2 وعملوا عليك جرينتا وبقى تعادل، فانت محتاج ان انت تعزز بهدف تاني، ولكن من المنطقي ان انت برضو ما تتسرعش، مش ما يبقاش فيه اندفاع هجومي. فشفنا الشوط التاني الدنيا هاديه، الناس كانت بتقول لك لا احنا كاننا يعني كسبانين 4-5 وليه؟ فانا بقول ان طبيعي انك توفر الطاقه بتاعتك علشان الشوط التاني، طبيعي ان انت تلعب بالراحه، تلعب بهدوء وبتركيز، فما كانش عندي مشكله خالص. قلت الشوط التاني النادي الاهلي هينزل، انت كسبان واحد، ده يعني حاجه كويسه جدا جدا، افضل نتيجه بالنسبه لي انا ان انت تبقى خارج كسبان، ما تبقاش خارج متعادل. طيب، تنزل الشوط التاني تعزز الهدف بهدف تاني، وتبتدي بقى انت تلعب على الكاونتر اتاك، يعني تبتدي تقفل دفاعاتك بشكل كويس قوي وتمسك كوره، وتمام انت جايب جولين، وتبتدي ايه يعني مش لازم يبقى فيه دفاع. اللي حصل العكس تماما، اللي حصل انك نزلت الشوط الثاني نادي المريخ هو اللي ماسك كوره، انت متراجع دفاعيا، وكان الجول ده 10 مثلا واخطاء دفاعيه موجوده عندنا بالجمله، وانا قلت علامه استفهام كبيره جدا على دفاع النادي الاهلي، وبالتالي بيدخل فيك هدف كان مفترض. احنا هنتكلم على التحكيم دلوقتي، ان هو كان في بنالتي ليك اتردت عليك، زي ما برضو الماتش اللي فات نفس الكلام، كان في كورنر اترد عليك بجول، نفس القصه، انت بتبقى قدام المرمى فجاه هجمه بتترد عليك بجول، كان في كرة الأول وبعدين الكرة أساسها، والخطأ كان أساسه مين؟ عبد المنعم، اللي برضو أنا مش فاهماه. عبد المنعم مش متأقلم، مش متكيف مع أي حد بيلعب جنبه، ما تحسش إن اللعيبة بتصنب بعضها بالذات في الديفنس. اللعيبة المفروض إن هي بتصنب بعضها وبتغطي على بعضها. عبد المنعم أولاً أخطاؤه كترت، يعني أنا مش هقول إن هو خطأ واحد يكلف زي ما كنا بنتكلم عن ياسر، لا، أخطاؤه بقت كتيرة. طيب، وفي نفس الوقت مش متكيف مع اللعيبه اللي جنبه، يعني ايا كان مين جنبه بقى، ياسر جنبه، ربيعه جنبه، مين جنبه، بحس ان محمد عبد المنعم مع حاله لعب كويس كل حاجه، ولكن لا، هو في مشكله في محمد عبد المنعم، ولازم ان احنا نبتدي نبص عليها وندور ونشوف في ايه في عبد المنعم. فالكره كان خطا بدايته من عبد المنعم، كره عدت على الكل، كره فعلا عدت على الكل. خروج محمد هاني فرق جدا، هتكلم عليه دلوقتي. كريم فؤاد كان برضو اول حد الكره عدت عليه، العرضيه عدت على كريم فؤاد، طبعا ما اتعاملش معاها بالشكل المظبوط، واتلعبت عدت قدام حمدي فتحي وياسر ابراهيم، ما اعرفش كان فين وجاي منين، وطبعا الكره الاولى اتصدت، والثانيه طبعا كان الشناوي اصلا في الارض، نفس الكلام اللي احنا بنقوله دايما، ما حدش يلوم على الشناوي اللي شال النهارده كورتين، يعني كورتين بقى ايه، فكرنا بشنه بتاع زمان. طيب، ده غير الكرات اللي كانت سهله، فما كانش ما يسالش عنها بصراحه، هدف لا يسال عنه ابدا. الشناوي خطا في التمركز، دايما عندك مشكله في دفاعك، ان انت الاثنين مدافعين بتوعك بعاد عن بعض جدا، في فجوه زمنيه كبيره، ممكن فجاه انا اتشال من البيت واتحط فيها. يعني يا جماعه، هو انتوا ليه بعاد عن بعض بالشكل ده؟ هو انتوا ليه ما بتكلموش بعض؟ دي مشكله بشكل قوي جدا جدا ظهرت في دفاع الاهلي.
طيب بعد الجول وكالعادة ابتدينا نفوق، ابتدينا نضغط، ابتدينا يبقى لينا شكل مختلف، بعض التغييرات هنتكلم عن التغييرات دلوقتي لحالها حصلت، والنادي الأهلي ابتدى يتحرك ويهاجم ويضغط بشكل أكبر بكتير. الحمد لله الهدف اتسجل. وانس ان قفشه فاق وتحرك تحركات تمام وعلي معلول قدر يجري، خلاص انت توقع ان في جول، يعني العب بسرعه ومن لمسه واحده هتلاقي جول. انت عندك مشكله الاساسيه كانت في البطء الغير طبيعي والغير مبرر. انا مش فاهمه احنا ليه بنلعب بالتصوير البطيء، سلو موشن، اللعيبه بتلعب بسلو موشن بشكل غريب جدا. فكان عندك بطء جامد جدا في بناء الهجمه وبطء في التحركات بتاعت اللعيبه وعدم تفاهم غير طبيعي بين لعيبه النادي الاهلي كلها. كرات كتيره جدا، مش هقول ده ميس باس لان اللاعب بيلعب ومفترض ان التاني يبقى في المكان ده، تلاقيه اللاعب مش متوقع فيقع فيروح الناحيه دي وهو يلعبها له الناحيه دي، فيبص لبعض ويكلموا بعض، يا عم كنت العبها لي قدامي، هو يلعبها له وراه. ففي حاجه غريبه، في حاجه غريبه مش متعودين. المفروض ان اللعيبه حافظه بعضها وفاهمه بعضها وعارفين في جمل محفوظه احنا بنلعب عليها. في حاجه غريبه جدا اليوم لما نشوف لعيبه النادي الاهلي اكتر من كوره بتروح مننا قبل رجعها تاني، لان نادي المريخ ما كانش الند القوي للدرجه دي. انت كنت ضعيف لكن نادي المريخ ما كانش قوي لدرجه ان انت كرات مش بتتقطع، انت بتضيعها. يعني ما بيحصلش مثلا مان تو مان وخلاص بقى واحد ضد واحد والكره بتتقطع بتروح لهم، ده بالعكس انت اللي بتضيع الكره بشكل غريب جدا. فلما اتعملت الهدف التاني اتفرجوا عليه، لمسه واحده بصه وبصه، يعني عارفين اللي هو بصه وبصه، بصه وانا برفع عيني بشوف، خلاص قفشه رفع عينه شاف معلول، ادى المعلول، معلول عمل العرضيه، شريف حط في الجول، ده الجول التاني. وهي دي الجمل اللي احنا بنتكلم عليها، وهو ده اللي احنا بنقوله، ان انت لما تلعب من لمسه واحده وبسرعه الفريق اللي قدامك حتى لو هو بيتكتل دفاعيا انت هتضرب التكتل ده. طيب ده بالنسبه للهدف التاني. الهدف التالت مهاره فرديه بحته، يعني راجل عمل كل حاجه في الكوره. عارفين اللي هو يقول لك ده هجمه عنتريه، واحد خد الكوره كده وطلع بقى فضل يجري بيها ومع حاله، ده هي مش هجمه عنتريه، ده هي كوره. الراجل المدافع بتاع المريخ لسه بيستلم الكوره، عبد القادر ما ادهوش، يا مش هتسم نفسك استنى انت بتعمل ايه، دخل عليه قطع الكوره بشكل جيد جدا، عدى منه خد التاني رقص قعد حارس المرمى وحط جول، ولا اروع من مهاره عظيمه جدا جدا. دي اهداف النادي الاهلي. تعال نتكلم على موسيماني. موسيماني انا مش قادره بصراحه اقول لك ان اليوم انت ليك وجهه نظرك التي تحترم واكيد انت اعلم مننا واكيد انت الكوتش اللي فاهم، ولكن احنا بنشوف في الملعب وعندنا عينين. هل عبد القادر، سؤال يطرح نفسه علشان بس انا بقيت قاعده هيحصل لي حاجه، هل عبد القادر ده لاعب يقعد دكه؟ عبد القادر ده يلعب على مش عارفه عايز اقول على مين، يعني يلعب على اي حد في الدنيا. انت كده بسم الله الرحمن الرحيم وانت بتحط التشكيل قاعد كده تمسك الوايت بورد بتاعتك دي تروح حاطط عبد القادر وبعدين رص حواليه. عبد القادر ما يقعدش دكه لاي مخلوق في الدنيا، عبد القادر ما يقعدش. احنا كل مره بنشوف عبد القادر بينزل بيقلب المباراه. عندي بس يعني كونسرن واحد على عبد القادر، انه احيانا كانش على اليوم بتكلم اوفرول، يعني في عبد القادر انه احيانا بيبقى هو بيزودها قوي في فكره ان هو عايز يبقى، احنا عارفين ان انت مهاري بس يعدي من واحد واثنين، ما عادش شكل جماعي. نتكلم في دي مع عبد القادر ونقول لازم نلعب بشكل جماعي لما يبقى الدنيا مقفوله او في كره زي كده وعندك الفرصه ان انت تلعب مع حالك وانك تقطع وترقص وتعدي وتشوت اعمل ده. وده عمله عبد القادر اليوم علشان يريحنا شويه. والله انا ما كنتش مطمنه ولاول مره في حياتي. انت بتبقى انا احيانا كتير قعدت عليها في عمري وانا بتفرج على الاهلي كنا كسبانين 1-0 وانا قاعده ومطمنه وعارفه ان انت تمام، لكن فعلا جه وقت عليك ان الاهلي كسبان 3-1 وانت مش مطمن وقاعد خايف وقلقان ان انت فجاه هجمه في الثانيه يخش فيك جول والتاني لان انت دفاعك عجيب غريب مريب. فبالتالي في علامه استفهام كبيره جدا من تشكيله موسيماني اللي انا شايفه ان هي كانت خاطئه من البدايه في عدم اشراك عبد القادر. طيب عملنا جريمه اكبر بقى، يعني عمل جريمه اكبر مبدئيا اصابه محمد هاني اللي نتمنى له الشفاء العاجل وان شاء الله يا رب تبقى بسيطه ان شاء الله يا رب. شفتوا كلكم محمد هاني في الملعب عامل ازاي، وشفتوا كلكم خروج محمد هاني فرق مع النادي الاهلي قد ايه. فعلا الموضوع بقى غير، الاهلي غير، خروج محمد هاني غير الشكل تماما. كريم فؤاد لعب كويس بس لسه بدري، بعيد محمد هاني، كريم فؤاد بعيد قوي يا جماعه لسه. طيب فدي كانت اول حاجه فرقت معانا. تغييرة الجميلة اللطيفة اللي هو انا انزل الشوط الثاني بقى، انا مستنيه الشوط الثاني، توقعاتي من الشوطين قلت هيسحب الشحات وينزل اللي ما جاش اصلا ما عملش اي حاجه كالمعتاد بقى له فتره اصلا زي ما قلنا يعمل كوره حلوه في المباراه وبقيه المباراه مش موجود، فقلت هيسحب الشحات وينزل عبد القادر ويسحب حمدي فتحي مع ان انا كنت اتمنى انه يسحب السوليه عشان هو فعلا مجهد جدا، وينزل بداله ديانج اللي من وجهه نظري برضو ان ده ما يقعدش دكه لاي حد، لا لحمدي فتحي ولا للسوليه، لان الراجل ده عنده المخزون البدني غير طبيعي
وانت بتلعب فريق سوداني ومعروفين بالقوة البدنية، فانت محتاج حد يكون قوي بدنيا. طيب فبدل ما نشوف ديانج في الملعب، يعني احنا كنا مستنيين نشوف التغييرة بتاع ديانج واحمد عبد القادر، فوجئنا بان موسيماني مصمم يعني يبوظ الدنيا. يعني انت ربنا كرمك بجول في الشوط الاولاني، فانا لا اسيبكم كده كسبانين، لا انا هنزل انا هعك الدنيا، يروح منزل لك طاهر، وبالتالي انت بتلعب 10. احنا لو بنتكلم عن ان الشحات مستواه مش احلى حاجه، فطاهر ما بيجيش، طاهر ما بيجيش. الشحات زي ما قلت لكم ابس اند داونز، يعني اوقات يعمل حاجه كويسه جدا جدا، واوقات يبقى مش موجود، بيجي منه احيانا محتاج يفوق ومحتاج قاعده ووقفه وكل حاجه، لكن طاهر محتاج يمشي. دي وجهه نظري انا، في ناس تختلف معايا براحتكم جدا، ما عنديش مشكله، بتقبل كل النقد يا جماعه، بس اللي ينتقد يا ريت يقول لي بالدليل طاهر محمد طاهر من يوم ما وعينا على الدنيا عمل ايه. يعني قولوا لي حاجه واحده انا شفت طاهر محمد طاهر بيعملها مع النادي الاهلي في الفتره الاخيره، الا ان النادي الاهلي بيلعب ناقص لا دفاع ولا هجوم، يعني لا دفاع ولا هجوم ولا اي حاجه خالص، وبالتالي النادي الاهلي بقى شكله غير. بيرسي تاو اللي الناس كانت معترضه عليه الفتره الماضيه وبتقول ان بيرسي تاو ده مش المفروض ان هو يلعب بشكل اساسي، وانه راجع من اصابه وانه مش في احسن حالاته، بغض النظر عن الهدف بيرسي تاو كان كويس جدا الشوط الاولاني، احسن من كل الفتره اللي عدت، كان متحرك بشكل جيد، كان بيلعب بشكل متعاون، ما كانش بيتفزلك على الكوره كتير ويفضل عايز يرقص ويعدي ويعمل حركات برده بتاعته اللي كانت بتعصبني دي. فبيرسي تاو كان كويس جدا جدا، وانس انك طلعته من الملعب حطيت، يعني يا ريت حطيت واحد زيه، ده انت طلعته وحطيت لاعب او ما حطيتش حد، بمعنى اصح طلعت بيرسي تاو وما حطيتش حد، فهي التغييره اللي ظلم بيها فعلا لعيبه النادي الاهلي. فده بالنسبه لتغييرات موسيماني. بعد كده التغييرات منطقيه ما فيهاش حاجه نتكلم عليها، كده كده اتكلمنا في تغيير تاني كانت اضطراريه، تغيير تاو بين الشوطين، ونزول عبد القادر طبعا فرق جدا جدا مع النادي الاهلي بدل من الشحات، لان فعلا عبد القادر لاعب مهاري بشكل جيد. ايمن اشرف لما نزل برده كنت قلقانه بسبب طريقه ايمن اشرف، بقالنا فتره بنتكلم فيها ان هو بيلعب بعنف وبغشوميه، والحكم الجميل اللطيف هنتكلم عنه دلوقتي كان اصلا متربص جدا، فكنت قلقانه، ولكن الحمد لله ربنا ستر. وطبعا بدل قفشه عزز نص الملعب بشكل كويس، فالتغييرات اللي احنا اتكلمنا عليها هي دي اللي غيرت شكل المباراه وقلبت المباراه فعلا للاسوء مش للافضل. طيب طاهر اتكلمنا عنه، هنتكلم عن اللعيبه كل واحد على حده. كريم اتكلمنا عنه بعيد، كريم محتاج شويه. عبد المنعم يا ريت يبقى في قاعده معاه علشان نفهم المشكله فين، هو والشحات، الشحات يا تفوق يا كفايه، يعني يا تفوق يا كفايه. طاهر يا ريت مش عايزينك خالص، عبد القادر ما يقعدش دكه، ديانج ما يقعدش دكه، الاثنين اللعيبه دول من محاور الاساسيه في الملعب، ما ينفعش يا موسيماني ان انت يعني تستغنى عنهم او تخليهم لعيبه بديله. علي معلول تعبان، ولكن مين البديل؟ يعني لو احنا عندنا اختيارات يا ريت تقولوا لي، لان انا ما عنديش، مش شايفه ان في بديل لعلي معلول بكل اسف، يعني فعلا ما فيش بديل لعلي معلول في النادي الاهلي، ولكن معلول تعبان جدا وده باين عليه لما يعني ربنا بيكرمه والروح ايتها الروح الحمراء بتحضر، بتشوف علي معلول غير وبيعمل بيصنع اهداف وبيتحرك وبيكمل لقدام وبيرجع يغطي يعني لورا زي ما كنا عارفين ان هو كان شغال بطول الملعب، ولكن بكل اسف علي معلول تعبان جدا. سلية منتهي، السلية منتهي محتاج يريح، فده بالنسبة لي. طبعا الشناوي اللهم لك الحمد ابتدى يرجع الشناوي اللي احنا عارفينه ده. باختصار كل اللي انا عايز اقوله، انا كده اختصرت، ده في كلام كتير قوي كان ممكن يتقال عن مباراة اليوم. تعالوا نتكلم على اخر حاجة، الحكم والتحكيم. نادي الاهلي لو سكت على موضوع التحكيم ده يبقى هو فعلا فعلا يعني ما يلومش الا نفسه، يبقى فعلا احنا خلاص بنحفر في الصخر بمعنى الكلمة، لان انت عندك تحكيم مش سيء، تحكيم يعني متعمد، تحكيم بيتعمد ان هو يتخاذل، كرات غير طبيعيه، انذار حمدي فتحي ده كده بدون مبرر، لو بسم الله الرحمن الرحيم انا هديك انذار، كره عاديه فاول عادي ما فيهاش حاجه، طلع انذار بلا مبرر، حسيت ان حمدي فتحي هيضربه اصلا، هو عمال بيمسك ايده عشان ما طلعش الانذار، كانوا هيضربوا بعض، فانذار حمدي فتحي غير مستحق بالمره. بعد كده الكره بتاعت حمدي فتحي اللي كان فيها كارت احمر مباشر، كره حمدي فتحي الفاول وهو واقع لاعب على الارض، لاعب المريخ مسك رجل وزق رجل حمدي فتحي وقعه، ادي كوره ضرب بدون كوره رقم واحد، طرد مباشر، وهم واقعين على الارض ضربوا في وشه مره ثانيه ضرب بدون كوره، طرد مباشر، وحصلت طبعا ايه العركه قامت والدنيا باظت ومحمد هاني جه وحصل ده ايه المشاحنات الاولانيه، فانت عندك اصلا طرد بنسبه 100% مستحق، طلعنا من الليله دي كلها من غير ولا كارت اصفر. طيب عندك ضربه جزاء ما اتحسبتش، عندك كوره لطاهر محمد طاهر ضربه داس على رجله من ورا السمانه اتشرخت، على رأي كان في فيلم قديم كده كان في واحد بيقول كده، يعني الكره دي ده كارت احمر مباشر،
فانت حكم ما جتش، يعني انت حكم ما جتش او جت وبتتعمد ان انت تاذي النادي الاهلي. كره طاهر محمد طاهر دي كانت في اخر المباراه خالص، كانت في الدقيقه، نادي سان داونز اعترض على التحكيم وهو كسبان، على الرغم ان المباراه دي كان فعلا في اخطاء تحكيميه فجه لصالح النادي الاهلي، ومع ذلك نادي سان داونز لما اعترض اتلبت مطالبه، لا انتوا ازاي بتجيبوا حكام من معرفش منين وعمل فيلم كده لطيف جميل وتمام يلبسونا احنا بقى في حكام يعني ما يسوش ثلاثة تعريفة. انا شايفة ان النادي الاهلي ما ينفعش يسكت على موضوع التحكيم، وإلا هيبقى بيضيع حق النادي الاهلي في اللي جاي. احنا بنتظلم تحكيميا محلي، ما ينفعش افريقي كمان نبقى بنعاني، ما ينفعش طول الوقت اللعيبة تبقى عارفة انها بتلعب وهي مضطهدة، لعب عنيف جدا 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 والحكم ما بيحميش اللعيبة، فبالتالي ده ما ينفعش خالص. اللهم لك الحمد على الفوز. دلوقتي المجموعة بقت 10، سان داونز الأهلي 7، الهلال 4، والمريخ 4. بكرة هتبقى مباراة فاصلة مهمة جدا جدا في المشوار ما بين سان داونز والهلال، أكيد هتفرق معاهم، أكيد هتفرق معانا لما نشوف المباراة هترسى على إيه. اللي أنا سمعته إن نادي سان داونز هيلعب بالناشئين وإن المباراة مش فارقة معاه، مجرد تحصيل حاصل وكده كده صعد أول مجموعة. هنشوف إيه اللي هيتم بكرة، ولكن إحنا أمرنا بإيدينا، عندنا مباراة فاضلة بالشكل الوحش ده إحنا مش عايزين نشوفه تاني في الملعب. إحنا دلوقتي بنتكلم في أسبوع كنتوا قاعدين مريحين، معاكوا فترة كافية ان انتوا تريحوا تاني بشكل افضل، نشوفكوا بشكل افضل، ياريت يبقى فيه استشفاء للاعبين ونشوف مستوى افضل من كده، وان شاء الله باذن الله برضو المكسب هيكون حليف النادي الاهلي طول ما فيه روح النادي الاهلي وطول ما جمهور النادي الاهلي في ظهره ومعاه. Thank you.